دعا مراقبون اجتماعيون إلى ضرورة توعية المجتمع من مخاطر فبركة الأحداث وترويجها بين شرائح المجتمع لخطورتها على السلم الأهلي. وأشار المراقبون إلى أن ما يشهده العراق من أحداث سياسية وتظاهرات وشيوع ظواهر لم تكن معروفة سابقاً جعلته بيئة جاهزة لإطلاق الإشاعات وانتشارها، سواء أكان بشكل مقصود أو عن قلة وعي بتأثيرها السلبي. ومثالاً على ذلك ما بثته إحدى وسائل الإعلام وبشكل متكرر عن اعتقال الصحفي سلمان الياسري في كربلاء، حيث سارعت نقابة الصحفيين العراقيين إلى تكذيب الخبر، موضحة أن الأجهزة الأمنية استفسرت منه عن شخص مطلوب للقضاء وأعيد إلى منزله بسلام.